حجبت وزارة التجارة متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية عبر تقديم عروض وهمية للمستهلكين وعدم تسليم منتجاتهما للمشترين خلال الفترة المحددة نظاما وفقا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. وكانت الوزارة قد تلقت شكاوى من مستهلكين حول متجر إلكتروني يختص ببيع الأجهزة الإلكترونية. للحديث أكثر حول هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا المتحدث الرسمي بوزارة التجارة الأستاذ عبد الرحمن الحسين. حياك الله عبد الرحمن معنا على التاسعة. حديثنا بداية عن إجراءات إغلاق المتجرين الإلكترونيين. الله يحييك ويحيي مشاهدي الإخبارية. يعني حجب الموقعين الإلكترونيين الخاصة بالمتاجر جاء من حرص وزارة التجارة على حماية حقوق المستهلكين وحماية وحفظ حقوق المتعاملين في التجارة الإلكترونية. ومثل هذا الحفظ والحماية يعزز الموثوقية في تعاملات التجارة الإلكترونية وحماية وحفظ حقوق المستهلكين. المتجرين هذولي أحدهم يبيع أجهزة إلكترونية وكثرة الطلبات وصلت عنده طلبات المستهلكين إلى أكثر من 300 طلب والمبالغ الخاصة فيها أكثر من 700 ريال، لكن للأسف لم يستطيع الوفاء بالتزاماته، لم يستطيع تسليم الشحنات والطلبات للمستهلكين، وبعضهم أيضا لم يعيد له أمواله. فقامت الوزارة على الفور باتخاذ الإجراء النظامي حجب هذا الموقع ويعني العمل فورا على صاحب هذا المتجر لمعالجة هذه الطلبات إما بتسليمها أو استرداد أموال أصحابها. أما المتجر الآخر فهو يقوم بتقديم عروض تضليلية للمستهلكين ببيع أجهزة هواتف ذكية ومن ثم لا يسلمها لأصحابها ويماطل في ذلك. أيضا تم حجبه وتم التعامل مع كلا الحالتين وفق نظام التجارة الإلكترونية. جميل. طيب استاذ عبد الرحمن، يعني فيما يتعلق بالعروض الوهميه التي تحدثت عنها في المتجر الاخر، هل هناك متابعه وضبط لديكم من وزاره التجاره ضبط هذه العروض وايضا او ام انتظار الى حين ان يعترض او يشتكي احد من المستفيدين؟ في وزاره التجاره اداره خاصه بالرقابه على المتاجر الالكترونيه، هناك عدد كبير من المتاجر الالكترونيه لديها ضباط اتصال مع الوزاره، كل ما يلاحظه المستهلك من غش تجاري، من مماطلة في تسليم الشحنات أو البضائع التي يشتريها، كل مخالفة يراها لدى المتاجر الإلكترونية يستطيع ببساطة أن يبلغ عنها عبر تطبيق بلاغ تجاري أو هاتف حماية المستهلك 1900. هذه الإدارة الخاصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية تقوم مباشرة بضبط هذه المخالفة والتواصل مع المتجر وإعطاء المستهلك حقه كاملا. وفي حال المخالفة نظام التجارة الإلكترونية، هذا النظام الهام ورد فيه عدد من العقوبات تصل الغرامة فيه إلى مليون ريال، إلى حجب الموقع، إلى المنع من مزاولة هذه المهنة أو التجارة التي يمارسها المتجر، إضافة إلى التشهير أيضا إذا رأت لجنة النظر في العقوبات ذلك. نعم، هذين المتجرين ما شهرتوا فيهم يعني على موقع التواصل حتى يعرفون الناس أساميهم أو شيء؟ حتى الآن التشهير هو عقوبة ولا تشهير إلا بنص، فعندما تنص عقوبة لجنة النظر في المخالفات على التشهير تقوم وزارة التجارة بالتشهير، أما الآن فلم يتم النص على التشهير، لذلك هي مخالفة تم ضبطها وحجب الموقعين والتزمت الوزارة بذلك. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي بوزارة التجارة.